مفيش كلام في الصحافة ولا الإعلام اللبناني اليومين دول غير عن اعتقال الأسير اللي جند الفنان فضل شاكر مع الجماعة المتطرفة. واعتقال الأسير خلى الإعلام يتكلم تاني عن إن الفنان فضل شاكر بيفكر يسلم نفسه للسلطات. وفي أخبار كتير كمان أكدت إن فضل قال إن القانون يعلو عن كل شيء وإنه لازم ياخد مجراه، وقال إنه مش ممكن يفضل هربان طول العمر.